بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندنا في منهج المبارزة العملي وضع التحفز، احنا بنسميه أونجارد باللغة الفرنسية. وضع التحفز زي ما احنا شايفين بالنسبة للقدمين زاوية قيمة، المسافة بين القدمين باتساع الحوض أو على حسب راحة اللاعب. بالنسبة للركبتين كل ركبة فوق مشط القدم الخاص بيها، يعني الركبتين للخارج. بالنسبة للجذع بيبقى عمودي على الأرض. بالنسبة للذراع المسلحة اللي هي القدام، في مسافة بينها وبين الجذع حوالي قبضة يد. بالنسبة للذراع الأخرى بنسميها الذراع الحرة، بتبقى العضد موازي للأرض والساعد عمودي على العضد. بالنسبة للنظر أو للرأس بتبقى للأمام في اتجاه مشط القدم مع الذراع المسلح. بعد ما شفنا شكل الجسم في وضع التحفز، هنبتدي نتعلم مع بعض الخطوات التعليمية لوضع التحفز. أول حاجة بقف وضع انتباه العادي المعروف اللي هو القدمين 11 مضمومين. هنبتدي العدة الأولى إن أنا أفتح مشط القدم الأمامية، سواء المبارز الأيمن أو المبارز الأيسر. فالأيمن هتبقى القدم اليمنى، الأيسر هتبقى القدم اليسرى. ففي العدة واحد هفتح مشط القدم اليمنى جهة اليمين بالشكل ده، واحد، أوصل للزاوية 90 درجة للقدمين، العقبين ما زالا متلامسين بالشكل ده. العدة اثنين هاخد خطوة بنفس القدم للأمام مقدار قدم، اثنين، بقت المسافة بين العقبين باتساع الحوض تقريبا أو على حسب راحة اللاعب. العدة ثلاثة انسناء خفيف في الركبتين بنفس المقدار، ثلاثة، زي ما قلنا كل ركبة فوق مشط القدم الخاص بيها، يعني الركبتين للخارج. في العدة أربعة هرفع الذراع المسلحة لأعلى بحيث الساعد موازي للأرض والعضد أو المرفق يبعد قبضة يد عن الجذع بالشكل ده. العدة الخامسة والأخيرة هرفع الذراع الحرة لأعلى وبميل زاوية تقريبا 45 درجة مع الجذع، العضد موازي للأرض والساعد عمودي عليه والأصابع في ارتخاء لأسفل شير للأرض، النظر للأمام، ظهري مفرود، جذعي عمودي على الأرض، مفيش تصلب في الكتفين. مع التقدم اللي هو المارشيه هاخد خطوة برجلي اللي قدام، ارفع مشط القدم واخد خطوة للامام، انزل بالعقب الاول ثم المشط، انزل بالمشط، الرجل الخلفية نفس الخطوة للامام، انزل بالمشط الاول وبعدين العقب. اعملها كمان مرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى كعب مشط مشط كعب. نعملها في عدتين، واحد اثنين، كمان مرة في عدتين، واحد اثنين. لما نعملها في عدة واحدة مرشي. مع التقهقر رومبي، ببدأ بالقدم الخلفية بحركها للخلف، برفع الكعب وبنقل القدم مشط كعب، القدم الأمامية بنقلها كعب مشط. كمان مرة، مشط كعب كعب مشط، في عدتين، واحد اثنين، في عدة واحدة رومبي. مع فرد الذراع المسلحة الونش، بفرد الذراع المسلحة على كامل امتدادها في مستوى الكتف، الذبابة أقل قليلا من النصل، وطي الذبابة شوية.
ارفع ايدي فوق شويه في مستوى كتفي والذبابه اقل قليلا من الواقي. الحركه الانبساطيه الونج فاندي اونجا الونج مع رفع مشط القدم الاماميه، تحريك القدم الاماميه للامام والنزول على العقب مع مد الركبه الخلفيه بسرعه. فاندي نزول الذراع الحره وعلى كامل امتدادها للخلف زاويه 45 درجه مع الجذع. مفيش تسلق في مفصل الكتف، الذراع المسلحه في مستوى الكتف والذبابه اقل قليلا من مستوى الواقع. العوده للتحفز مره اخرى، ارفع مشط القدم الاماميه، سني الركبه الخلفيه والعوده بالذراع المسلحه لوضع التحفز مره اخرى مع عوده الذراع الحره المفروده خلفا الى وضعها الاول في وضع التحفز. الذبابه اعلى قليلا من الواقع، الذبابه اعلى قليلا من الواقع. هنتعلم دلوقتي مسكة السلاح. معانا المقبض الفرنسي، شكله مستقيم ولكن هناك تحدب ثم تقاعد، ودي اسمها الصامولة. عندنا خمس صوابع، السبابة والإبهام اسمها الأصابع العاملة، والثلاث صوابع الباقيين اسمهم الأصابع المساعدة. أول حاجة بحط أول عقلة من السبابة تحت المقبض أو اليد خلف الواقي. اثنين الإبهام من أعلى. ثلاثة الصامولة بتبقى في أو على رزق اليد، ملاصقة لرزق اليد. بعد كده ببدأ ألف بقية الأصابع الوسطى ثم الذي يليه ثم الصباع الصغير او الاصغر، ولاحظ ان انا ماسك القبضة بطراطيف صوابعي يعني بالانامل علشان اتاكد ان انا ماسك القبضة بالطريقة الصحيحة. ادخل السبابة اليسرى من عند الصباع الصغير واطلع سبابة من الناحية التانية. لو تأكدت ان انا دخلت السبابة من ناحية وطلعت الناحية التانية اذا انا ماسك السلاح بطريقة صحيحة. المقبض البلجيكي او البستول او المسدس له شكل مختلف عن الفرنسي لان هو بياخد شكل قبضة اليد او في التجويفات اللي هي بتكون فيها اصابع اليد، نفس الطريقة مشابهة ليها بالظبط. اول حاجة اول عقلة من السبابة من اسفل والابهام من اعلى بحيث يكون القرن اللي احنا شايفينه دوت الجزء اللي طالع يشبه القرن بين الصباعين الابهام والسبابه، ومن الناحيه الاخرى ابتدي الف الثلاث صوابع الباقيين اللي سميناهم الاصابع المساعده الاوسط ثم الذي يليه ثم الاصبع الصغير بالشكل ده. لو بصينا من الناحيه الاخرى هنلاقي السبابه عامله مع المقبض شكل منقله تقريبا او شكل قبه. ادي مسكة سلاح البيستول او الايد البيستول لسلاح الشيشة. من وضع التحفز اوضاع المبارزة، اوضاع المبارزة خاصة بالذراع المسلحة. عندنا اربع اوضاع اساسية للمبارزة. الوضع السادس 6، الوضع الرابع 4، الوضع السابع 16، الوضع الثامن اوكتاف. نرجع تاني لوضع التحفز اون جارد 6، اتحرك للوضع الرابع في خط مستقيم مع ثبات المرفق، الساعد بيتحرك جهه اليسار مع انكسار في رزغ اليد والمحافظه على الذبابه للامام
مع انكسارها قليلا جهة اليسار كات. لازم اتأكد ان الاتجاه اغلق تماما دون زيادة او نقصان. التحرك من الكات الى السبتيم اللي هو الوضع السابع، برسم قوس دايرة للخارج من اعلى الى اسفل والخارج. سبتيم، الذبابة انتقلت من اعلى الى اسفل 45 درجة لاسفل. الانتقال من الوضع السابع سبتيم الى الوضع الثامن اوكتاف في خط مستقيم السابع.